لو الحكاية فيها إن فيجو العدد قد ايه بالنسبه للمركز ده؟ تعرف على حضرتك الاول. انا دكتور احمد كامل، المستشار الاعلامي لوزاره الصحه والسكان. طيب احنا دلوقتي في فين بالظبط المكان؟ احنا بنفتتح مستشفى الحمام المركزي بعد تطوير، والمستشفى يعني حلقه من حلقات الخدمه الطبيه اللي تقدم في محافظه مرسى مطروح. احنا من شويه كنا بنفتتح المبنى السكن اللي هو المرحله الاخيره من تطوير مستشفى العالمين، ودلوقتي احنا في مستشفى الحمام المركزي. طبعا لسه لازالت هناك مستشفيات اخرى يعني بيتم تطويرها في مستشفى مطروح عشان استكمال الخدمه الطبيه بطلاقة وراس الحج، وربنا يسهل ان شاء الله. تمام. بالنسبه لعدد الحضانات سالت حضرتك، هل هو بالنسبه لعدد السكان كافي؟ هو هنا الوحده هنا فيها عندنا ثلاث حضانات وحضانه للعزل، علشان خاطر طبعا في بعض الحالات بتبقى معزوله في غرفه عام كذا مصغره يعني. مع التعداد السكاني احنا يعني في المرحله الحاليه مش محتاجين اكتر من كده، خصوصا ان هناك اقسام اخرى في المستشفيات الاخرى اللي في المنطقه، ده كافي. وكمان الفكره انه طبعا كتير من الحالات اللي هي الاطفال اللي بتحتاج حضانات بنبقى معروف من قبل ما يتولدوا ان هم هيحتاجوا حضانات، فلو ما فيش مكان ممكن اننا نتوجه لمكان اخر من الاماكن القريبه. يعني مستشفى العالمين على بعد 30 كيلو بس من هنا، ماشي بعيد.